تأتي الكرخ الثالثة بداية، مرحبا بك. يعني ماذا وفرتم من ضمانات لإتمام امتحانات السادس الإعدادي، خاصة أن الوضع الصحي في البلاد غير مطمئن؟ تفضل. عليكم السلام، شكرا للاستضافة. شكرا لك. حقيقة أنه وزارة التربية ومنذ فترة ليس بالقصيرة استعد استعداد لإجراء الامتحانات، لكن أنت تعرف إجراء الامتحانات مرتبط بخلية الأزمة وما يترتب عليها من الأمور الصحية من خلال هذا الوباء اللعين. لذلك احنا ان شاء الله مستعدين لإجراء هذه الامتحانات، خاصة انه اذا علمنا ان الامتحانات تجرى في، يعني مستعدين من الناحية اللوجستية استاذ؟ احسنت. من الناحية اللوجستية ومفرين يعني كل ما سوف يكون يحفظ لنا ابنائنا الطلبة من ناحية التباعد ومن ناحية الماسك والكفوف، كل الامور مهيئه لاجراء الامتحانات. هذا ممكن توفيره دكتور استاذ، يعني هل ستكون هناك مثلا اجهزه فحص قرب المراكز الامتحانيه، خاصه ان يعني اصابه احد الطلبه لا سمح الله بالمركز قد تسبب بكارثه؟ هذا الشيء وارد، واحنا متخذين كل هذه الاجراءات، ولا يعني ما انسى انه وزاره الصحه حقيقه هناك خلية من وزارة التربية والصحة لهذا الأمر مساعدين، لكن مثل ما قلت لك أنا تبقى خلية الأزمة لها القول الفصل في إجراء الامتحانات أو عدم إجراءها. يعني من خلال كلامك، في حالة ازدياد تفاقم الوضع الصحي في البلاد، يعني هل هناك مثلا عدول عن هذا القرار أو استحداث خطط جديدة؟ انت تعرف احنا المهم عندنا هو سلامة الطالب حقيقة، ولذلك احنا اذا خلية الازمة شافت زيادة العدد وانه الوضع غير مناسب لاجراء هذه الامتحانات، بالتأكيد الطلاب هم ابنائنا، فيعني ممكن انه يؤجل مثل ما كان قبل هذا الفترة، كانت هناك امتحانات وتم تأجيلها بسبب خطورة الوضع. نعم، الأستاذ كاظم علي ومدير امتحانات الكرخ الثالثة كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.